رمضان كريم، إن شاء الله يكون خير عليكم يا رب. جاهزين لنبلش بآخر حلقة معنا بمطبخ بنفت؟ بس قبل ما نبدأ حلقة اليوم خلينا نذكركم شو صار بآخر حلقة من مطبخ بنفت. من أول استنى هذا الوقت اللي نسوي فيه هذا التشالنج. صفر. شو هالحركات؟ طعم الباستا. I'm so sorry. هذا أحلى تحدي. صداع والنانات. فأنا ونور تيم ورك. حلقة اليوم حتكون مميزة جداً، مش بس لأنها الحلقة الأخيرة ولكن لأنه حيكون معنا الضيفتين بنفس الحلقة، مرام ميكو وسارة الورا. متحمسين لحلقة اليوم صراحة كثير. يس متحمسين وزعلانين. يعني ليش زعلانة؟ والله معك يا سارة. والله وأنا كمان. بدينا الحلقة الأخيرة، مرة انبسطنا، مرة استمتعنا. yes. مرة استمتعنا. اليوم التحدي غير. ليش؟ الله. اليوم التحدي حيكون فرق، وكتير جاهزة إني أبهرهم كلياتهم. بس ما رح نحكي أكتر من هيك. يعني فرق ولا فرق؟ ولا فرق. حتشوفوا. سارة وبيكو بنفس الحلقة، فالله يستر. طيب دحين جاء الوقت إننا نقسم الفرق، بس نبغى التقسيمة تكون عادلة. يلا. أوكي. فأنا حأرمي هذه البيني توكن. لو جاء الوجه حروح مع نور، لو جاء هذا الفاضي حروح مع رغدة. أتوقع إنه تجيني نور. يلا سنفسي. ها. عشان أيوة. في النهاية يجي حظ حلو. رغدة. Let's go. طلعت لي رغدة. I was like حبيت الفكرة هاي. yeah. يعني أنا وبيكو مع بعض وسارة. yes. ونور مع بعض. حنفوز. ما خلونا نشوف إيش في البوكس. جاهزين؟ يلا. شو طلع لكم؟ ترى إحنا صديقات. بس نستكشف أول إيش هو. لقيت علبة فيها إشي لونه زهري، فأنا كيف بدي أعرف غير إني أدوق؟ إيش أنتوا طلع لكم؟ أشوف. لذيذة. نشا. دقتي؟ دقته. انتو شو طلع؟ عصير. I don't know. ايش طعمه؟ طعمه زي ماء الورد. احنا طلعنا نشا وانتو طلع لكم. جاهزين للتحدي؟ يس جاهزين. ليتس جو. شو هاد؟ جاهزين يا بنات؟ جاهزين. اليوم انا وبيكم حاضرين لكم تحدي غير شكل. طبعا التحدي اليوم اسمه احذر البلد. كل فريق رح يحذر الفريق الثاني. رح نعطيكم هيك جمله حلوه بدكم تحذروا هي الاكله من اي بلد. كل اجابه صح بتكسبوا 1 بني توكن، واذا كمان جاوبتي جواب غلط بتروح عليكي. تمام. فما ينفع تجاوبي على طول، لازم نتشاور نختار بلد معين بعدين نحكي. خلص دن. قبل ما نبلش شو اخترتوا اسم لفريقكم؟ نحكي مع بعض. جلسنا نفكر، قلنا فريق الفراشات، فريق ال... ما احنا عارفين، نبغى اسم يعني يخلينا كيوت بس يعني قال لك اقوياء. حاولنا وما طلع معنا شيء. قلت له اسمعي خلينا نجيب اسامينا. رغديكو. اصلا ما يضحك. حلوه كثير كرييتيف. كانه ديك الصبح عم بيعوعي. سوري يعني. مش عارف ليه ما عجبتهم. اسمعوا اسم فريقنا. يلا يلا نبغى نسمع. فريقنا اسمه فريق النور والسرور. قولولي بس شو رايكم بالاسم؟ حسيت حالي مبدعة بالاسم. النور والسرور. مش هذا كأنه جروب واتساب أمهات. ركزوا. الملوخية هي عنصر أساسي في مطبخ هذا البلد ويطبخ كشوربة، فما هو هذا البلد؟ لا لا ايه حجيب العيد واضحه. اوكي مصر. صح. خذي بني توكن. يلا بني توكن. اصعب وحده. يشتهر هذا البلد بالطاجن، وهو طبق الله يحضر على نار خفيفه. ما تكمليش لساعات عده. ما هو البلد؟ مغرب. خذوا بني توكن. يلا دوركم. اكبر بلد عربي مصدر لزيت الزيتون. أوكي. ما هو؟ أوكي. ما بحس حيحذروا صراحة. فلسطين. غلط. تونس. والله ما بيصير، عيدوها.
في اشياء تلخبط انه مثلا الزيتون مين اكثر ناس يصدروه مو مين اكثر ناس يزرعوه. يشتهر هذه البلد بالمعكرونه المبكبكه. ما هو ثواني ايش يعني مبكبكه؟ يلا فرجينا يعني يلا فرجينا. هي مبكبكه ولا مبقبقه؟ يلا يا بنات ما معكم كثير وقت. فرنسا؟ ايطاليا؟ عفوا احنا وين؟ كل واحدة جاوبت شيء. استنى نتفق نتفق. لا خلاص جواب غلط. غلط ما في ما في. الإجابة ليبيا. في هذا البلد تقدم شوربة الفريك على مائدة الإفطار في رمضان، فما هو هذا البلد؟ فريكي. يلا جايز. سعودية. غلط. جزائر. أنا طول الوقت بفكر إنهم عم بيحكوا فريكة. في هذا البلد الكبسة من الأكلات الأساسية وخاصة كبسة الدجاج. ما بعرف. كويت. يعني غلط. خطرت حكي. سعودية يا حبيبي. آخر سؤال. والله يا رب ما تعرفوها عشان نصير متساويين. يشتهر هذه البلد بالسلطات كالفتوش والتبولة والمقبلات الباردة. كالحمص. لبنان رح يرجع. غلط. تعال هاتيها. حاولت. مهما كانت الظروف ضدنا فزنا. طيب يا بنات بما انه جمعنا بني توكنز هل انتم جاهزين؟ جاهزين. ليتس جو. اوكي بنات حنعد للثلاثه ونروح نجيب الانجريدينت. 1 2 3. روحي بسرعه. اوكي انا حاخذ فريز. حطي ون كوكونات شينا ببعض. اوكي هذه الفريز واحده. كوكونات 2. سكر. اي سكر حطيت؟ حطيتي سكر 2. حطيت. هلا بدنا حليب. حط الاحتياط. حليب زيت. بدنا فستق. واحنا بدنا الفستق. يلا ساره خلصنا. كيف تخليهم ياخذوا الفستق؟ هن حبابين مستعير منهم. ناخذ فستق يعني حناخذ فستق. عندي فكره. طيب معلقه فستق بحبتين فراوله. من عيوني بعطيكم اياها كلها. نحن بحاجه لكلهم. كلهم. ولا بتستغنوا عن وحده ولا نص. ايش عند طيب بس بنطعميكم من النتيجه النهائيه. خلص يلا هلا بنبلش بنشوف. اليوم التحدي رح يكون انه نحن نحضر طبق لونه زهري. اوه وحناخذ بس 30 دقيقة لنخلص اطباقنا. جاهزين يلا. بنات؟ جاهزين. 1 2 3 انطلقوا. لما شفت النشا حلقوا. قررنا نعمل تركيش ديلايت اللي هي الراحة. سو رح افعص الفراولة وهي رح تذوب النشا بالمي. فكرة الحلقوم من زمان ببالي لأنه الحلقوم لونه بينك وحلو. كان كيوت يعني انه هيك ستروبري ما بتزبط طعم تطلع معنا شيء حلو. راح احط كوب سكر على الفراوله. نص كوب. احنا قررنا نعمل مهلبيه. احنا بنعرف مهلبيه لونها مش زهري بس بحس ماء ورد لونه زهري مهلبيه. والمهلبيه من وصفه رغده. بدي احاول يعني. انا مره ما كنت ابغاها تختار مهلبيه. أوكي. نحط الحليب. هلا نحط الحليب. اوكي على ما اعتقد انه لازم نحطه كله. ما في اسمه لازم نحطه كله متاكده؟ فانا قلت يو نو وات انا حاثق في رغده ويعني ليتس دو ات نشوف ايش يطلع معنا. بيطلع معنا اشي ان شاء الله. خلاص ما بدنا دراما. ما بدنا دراما. اوه الله كيف بس؟ عجبتك؟ يا الله جنن. يوم شكله في شيء. هلا رح ندوق بسرعه نبغى نلحقهم على النار. ما بحتاج سكر. مية ممتاز. صار كثير شكله زي الراحه. نروح نرتاح؟ ايه؟ اي والله يلا تعالي. بنروح نرتاح. قلبي لا توقف. نور ما توقفي بتكبتل. ايه انا مو فاهمه هي بيكو شريكتي المفروض تكون ولا كيف؟ انا حاسه انه الطبخه انحرقت. طبخه نور احس 90% انحرقت. كاني اخترت اصعب وصفه عشان اسويها حلو. ليش يا نور حلقوم مره واحده؟ رغود ما بتحسي انهم متفقين علينا؟ شوي زياده يعني. انا مش فاهمه يعني حاستكم فريق ضدنا مو فريق معانا. لا احنا بنشوف ادائكم عشان حتى يعني حبيبتي نعرف كميه الابداع. ما في فقر التقييم حاليا. انتم معانا ما بتقيمونا ولا بتحكم علينا. هن مو عارفين انه نحن حنقيم.
سيبيهم سيبيهم خليهم يخلصوا كل التعب نعمل لهم اياها مفاجأة. ايوه تويست. مش انه بس كمان تركتني لا وبتنم علي بيكم مش فاهمة احنا شو. ورغدة كأنها روبوت قاعدة بس ايه ونفس الشيء سويت اللي علي. انا حاسة لي ساعة عم بلف بالمهلبية هذا متى بخلص؟ انه انتم مش شايفين الالوان اللي عنا زهري بزهري زهري شوفوا خفيف شوفوا للي ما شايف زهري فاقع. هلا هذا كل شيء هاممهم انه هو زهري. انا حاسه حتى لو طعمه مش كثير بزياده اشكالهم رح تكون بتجنن. بالضبط بقيان 10 دقائق. او ماي جاد رغدة والله اني فخوره فينا عن جد. مش احسن من بعض الناس اللي قاعدين على الكنباية ما بيعملوا ولا يسوون شيء. ساعدونا شوي ولا عندكم روح المساعده. سويت نص الطبخه وانت جايه تقولي فخوره فينا. نص الطبخه هاتي هاتي عنك. شكرا بيكم عنك. لا مسكت مسكت طلعي خملت لك اياها ايدي كده ما شاء شوفي. الله اصلا كده خلصت كده. الطبخه وانت جيتي خليني اخذ عنك يا بيكو يلا ادوار لانه شو رايك اخذ انا عنك يا بيكو انا بحمل فستق إيه؟ واساعدكم عشان تعطونا فستق لا, لا. اعتبروها رشوه لا لا. يا حبايبي اني احبكم واموت عليكم بيكو تعالي اقول لك احنا ما سالناش حقيقه مساعده تعالي اقول لك شيء مهلبيتي بنات مهلبيتي ايش ايش قولي قولي انا هنا قولي ما حد اني اموت عليك اروح لجيتك سارة احنا ضيوف ما نسلم من بعد والله ولا حتى انتبهنا عليها فجأة لفت كمشت وراحت ما بقدر صراحة كثير كيوت حنشوف بنا. حنشوف وقت الدواقة روح من هون روحي متلهيني يلا اوكي حتى لو طلع طعمه مش تمام منظر شو حاخذ الفستق يعني حاخذ الفستق بالطيب مش بالطيب حاخذ الفستق فأخذت الفستق بالثلاجة دارا ترى دارا ترى دارا ترى طف شوفوا انتوا قد مكركبين وعفتوا النار شغاله والجدر رح يحترق يعطينا العافيه كفك تعي نحن نقعد شوي لانه معنا وقت هيك لسه نستناه يبرد يلا طبعا انا هلا بس متحمسه اني ادوق طبقهم واقيم على كيفي صدقوني لا اعطيهم صفار انا بفرجيك يا ساره ويا نور طبعا حان وقت التقديم yes. واني وساره حنقيم طبقكم انا وبيكو جاهزين ايش في ايش في فقره الخدعه خير ايش في عندي سر صغير لا, لا. اوكي لا. والمتابعين بيعرفوا لاني انا خبرتهم كمان اسرارهم عارفين قسوه انا وساره حنحكم على اطباقكم فانا ححكم على طبق نور وساره وانا رح احكم على طبق رغده وبيكو الخيانه يا بيكو السنسونة هيك تبروا منا فجأة وين راح فريق النور والسرور؟ يا سلام. موجود أنا وثقت فيكي يا فرحة اللي ما تمت يا الله شو كنت متحمسة أقيمهم وهلأ راح بلش قيم الطبق الجميل شكراً أول شيء بدي قيم التقديم أوكي وبصراحة بصراحة أيوة لا يا سارة أيوة يا سارة أيوة هاتي أحبك كمان وحدة كريمة 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 أيوة هاتي شكراً كنت حاسة برافو عليكم هلأ بدي أقيم الإبداع أوكي للأمانة طلعت أنا شفتكم أنتوا عم تطبخوا أوكي ما كان فيها الإبداع يعني إنه الشغل كان سريع سريع يعني أوكي ما سوينا شيء كنت تقلبوا يس هذه طريقة صنع المهلبية بس الكرياتيفيتي إنه فيها ماء زهر وإنه لونها بينك هذا كله مو كرياتيفيتي أجل إيش الكرياتيفيتي؟ واحد ممزح اثنين فكرت حب اعمل بلان ارجع لكم ديروا بالكم هلا صار وقت الطعم نفسي ادوق عن جد يا رب ما تكونوا حطيتوا ملح بدل السكر لا 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 يا سارة يا رب ولو بيكو كانت معي ان شاء الله يكونوا حطوا ملح ايش؟ اكيد حلو قاعد صفق قلبين هلا 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 هعطيكم اثنين بلس 1 يس واو يستاهلوا الطعم صراحه تستاهلوا رائع طبقهم حلو للامانه يعني بس والله انا طبقنا حلو كمان يعني وتعبنا فيه ايدي كتفي لهسه واجعني يعني خلع كتفي وانا الف بهالحلقوم
نشوف الطبق تبع نور وسارة. طبعاً شكله بيرفكت، يعني زي شكل أي حلقوم احترافي. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. ممكن أشوفه بالسوق. فراح أعطيكم لك. كملي كملي. الله يسعدك يا رب. بقول لكم شيء على الإبداع الصراحة، لا 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 أحس يعني أبدعوا. المفروض واحد. اسمك تعرفي شو يصير؟ شو يصير؟ أنا مو بيكو، أنا كفو. عشان الكفو، عشان الكفو، كانت حتكون اثنين بس عشان الكفو. I love you. بيكو كفو، كفو. تذوقي. واو، أبوريكم من جوه شكلها كيف. طلعوا اللون. أوه، صراحة شكله زاكي. شوي مو كتير. أحس أمي بعد هالحلقة حتكون فخورة ألف. والله مرة حلو. زاكي؟ يا. مرة زاكي. طعمها زاكي كتير. اوكي. نقطة. بس في شغلة. كنت حاسة. طعمها مو مرة قريب من الحلقوم البروفيشنال متعارف عليه. بس نعم زاكي. هذا هوم ميد. هوم ميد. صنع في المنزل. شايفتيني مصنع؟ بصراحة شعور انه انا اقعد وحدا يقيمني كان صعب علي شوي لاني تعودت اني انا اقيم. خلوني اعطيكم واحد. صنع في المنزل. واحد. لا 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 لا. ارجعوا. انت كفو. ايوه. يلا خذوا اثنين. برافو. طيب ناخذ اثنين. اعطوني تقييم. محلاهم ما يعطوني تقييم حلو. عملت ابداع انا. انا ونور. ثمانية ثمانية. بنستاهلها بنستاهلها. والله ختامها مسك. يلا نفتح الصندوق. يلا. شوندر. ما يطلع كريمة ولا شيء. لا شو؟ لبن. I love ريحة الشمندر. صراحة لازم تتحمسوا لأن هذا التحدي نار وشرار. بالضبط. يستاهل الخاتمة. شو هو التحدي؟ التحدي اليوم اسمه التوأم الملتصق. أنا ما بعرف مين عم بيطلع هاي الأفكار. كل فريق حيلصق أيادي ورجلين في بعض. لا لا لا. وحنلعب التحدي 30 دقيقة كاملة واحنا كذا لاصقين حنكمل الطبخة كاملة. وهلأ صار لازم نشتري المكونات. بس ما راح نشتريهم واحنا ملتصقين صح؟ لا لا لا. نشتريهم نتلصق بعدين نطبخ. يلا ليتس جو. 1 2 3. شو بدنا نجيب؟ خبز. خبز. هيا بصل. بصل. طحينة. هذا طحينة. لا هذا بدي ثوم. بدنا الحمص. أني أحب السماء فنحط سماء. بدنا كريمة. وين الكزبرة؟ إيش الفرق بين الكزبرة والبقدونس؟ وكالعادة إحنا دائما جاهزين. هذا هذا هذا. هذا يلا حطي. خلصنا. خلصنا. صار وقت إنه نلتصق. نعم. يلا. طيب دقيقة أول شيء أنتوا إيش راح تطبخوا؟ شوربة شوندر. شوربة شوندر؟ يعني شلغم. ما بدكم تسألونا إحنا؟ نسيت شغلة. لا غش غش غش. يلا المسألة. بس سؤال سؤال مش فيها. انتوا شو راح تطبخون؟ احذروا طلعوا فته. برافو يا سوسو. فته راح نعمل فته. زفوا العرسانا. ما ادري شلون مبسوطين. احنا مبسوطين والله اني مبسوطه مره. والنار بلش الحرب. وريهم وريهم النظام. طلعوا شو اسوي بعد يعني نسيت انها مربوطه فيي. هلا بما انه خدي. اوكي. بما انه ايدي اليمين اللي بستعملها وانت يسراويه فبدك انا راح احطها على النار عشان يحمى شوي. طلع التعاون محلاه. هذا برافو. طلع حتى الايدين بنشارككم مع بعض. كنت متوقعه الامور كثير اصعب من هيك بس طلعت بيكو كثير بتفهمني وانا كثير بفهمها فكنا خطوه 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 خطوه. يلا عاد رغدة تستخدم يدها اليسار وانا استخدم يدي اليمين والاثنين مربوطه وامورنا تمام. اما شوفوا التيم الثاني. نص بصله تكفي على فكره. والله انا بحب البصل كثير. طب كثري كثري بصل. مصايب. يلا يا ساره وين ست البيت؟ يلا يا شيخه خفي علينا شوي. ايدي وانا يا دوب عم بعرف استعمل ايدي. شو التحدي؟ بدهم يربطوا ايدنا ورجلنا. كيف بدي اتحرك انا بالمطبخ ومع نور؟ قربوا يخلصوا. شو لا تخافي؟ لك يا شيخة صلي على النبي. واو شو التعاون؟ والله تعاون حقيقي. بمزح. تفاجأت إنه أنا ورغدة مرة قاعدين نكون متناغمين
وجالسة تفهم أنا إيش أبغى، وحتى المشي حقتنا حقت رجولنا وإحنا مربوطين وأيادينا. شايفين الذكاء؟ طلعوا التعاون. إيد واحدة إحنا. إيد واحدة؟ أيوة. والله إيد كانها إيد مكسورة. أيوة. فكل شيء كان بيرفكت حرفياً، فمرة كان يفرح. أوكي جاهزين، رح نحط البصل. إيك ما حميتي الزيت. بلا. طب شايك نجيب معلقة؟ أوكي أنا حروح جيب. على مهلك، استني انك مربوطه فيه كانزانه. لا انا اليوم حينكسر ايدي او رجلي على الاكيد يعني. كويت لك اتس اوكي كركم. طب بس ما بيصير نكتر كركم، ما بيصير. سامعين الحرب؟ سامعين ايش عم بيصير معهم؟ اوكي ضيف الشمندر. مو هلا. بلا هلا عشان نهرسه. صدقيني رح يطلع طيب. شو حطيتي يا اختي؟ انا شيل الملح. انا شريكتك اوثقي بقدراتك، بعدين نقدر نضيف ملح بعدين. وانا وبيكو بالزاويه الثانيه هيك. شوف الفرق. أساعدك يا هرسي. بيكو اهرسي عيوني. هم ريحتهم ثوم. الله كثير صعب جربي. الهدف شوربة، بس هل حتطلع شوربة؟ بصوا الحركة دي، الحركة هاي الحركة ما عدكم منها. هاي الحركة اسمها النور والسرور. خبز. يوهو شو هاد؟ ساعة وهي بتعمل لي بالمكسر. اوكي استمري حبيبتي استمري، ليش وقفتي؟ خلاص بيكو انقذتنا، طلعت بتعرف تعمل الفتة. حطينا الخبز. اوكي دحين حنحط الحمص. بدنا ملح وفلفل. اوكي اعطينا الملح والفلفل بليز. رغدة لو سمحت. لو سمحت. اية ملح هاد؟ ايه هذا الملح. بس نخلص. طب اعطينا شوي. بس نخلص شوي. يلا خذوا بواقينا. انا ابغى اقول اعتراف انه انا مرة من اول ابغى اجرب الفتة، بس انا ما عمري جربتها. نسكب بكل أناقة، صحيح كركبنا المطبخ كله، بس ما لازم يبين إنه نحنا مكركبين. أبداً. حاسة حالي في الحوش. عمري هيك 60 سنة. أيوه. تيتا كبيرة. أيوه. مع صديقتي وصلنا لأكتر إشي أنا بحبه، اللي هو أضيف الكزبرة اللي بغطي على كل العيوب. مكاتب دونس. يلا ما حد يدري. يعني إنقاذ الوحيد إلي بالآخر طلع مش موجود. احنا كمان عندنا اشياء زهريه ممكن نضيفها. رغدة كالعاده لازم تضيف لمساتها. صحيح. الله. واليوم بيكو لاخر حلقه. لمسات رغدة لاخر حلقه، وهيك صار عندنا فتت بنفت بالورد. نعم. والخضار. خلصنا. والفستق واللوز. خلصنا وحان وقت الجد. بالضبط. يمي يمي. هذا اللي عليه الكلام. الريحه مال الشوربه تجنن، بس هل اني راضيه عنها او لا؟ متحمسه تدوق طبعا. شوفوا انا بقول اول كومنت، فكره انكم طلعتوا بشوربه بهذا المنظر وانتم مربوطين ايادي يعني انبليفبل. حبيبتي احنا فريق النور والسرور. مره حلو. وعشان خاطرك وخاطر الشام وخاطر. أيوة. سوريا. الله. هذه ثلاثه على التقديم. الله. اوكي خجلتيني. انتوا نور والله كفو من جد. انا ابغى اذوق قبل ما اعطيكم نقطه الابداع، عشان التكستشر وانا قاعده اشيل الشوربه ما ناسبني مره. صح. التكستشر غريب. ليه مرق؟ التكستشر صوص. مو شوربه. صح. طيب فخلنا صوص يا ظالمه. بيني وبينكم شكلها صوص مو شوربه، بس اني راح ادافع عن شوربتي. بسم الله. يا بنت اسكتي يا بنت يا غيوره، قولي الحقيقه. أمانة تقولي الحقيقة. طيب أوكي حقول الحقيقة. حلو. أوكي. بس في له تو ماتش روزميري، أنتِ قطفتوه حطيتوه جوا. شوربة الشمندر سيئة. فأعطيكم على الطعم 2. كتر خيرك. أوكي. راضين. I'll never try it again. Never. نجي للإبداع.
الصراحة الصراحة أبدعته، يعني ما توقعت إنه الشمندر يجي منه شوربة. لا لا ما توقعت. بس تذكري التوش. بس ما ناسبتني روحكم كفريق في المطبخ. بس هي. كان في كثير دوشة. بعطيكم اثنين. على فكرة هذا مرة ظلم، وأنت إنسانة ظالمة والمفروض ما أحطك حكم. وهات الاثنين. طب اسمعي أنا أقول لك شيء. أنا أقول لك شيء. آخر حلقة ورمضان كريم، خذ الثالث. يا حبيبتي يا كفو. يا كفو أنت يا حبيبة قلبي. المصلحة هيها هيها. المفروض ثلاثة ثلاثة ثلاثة، بس يعني شو نسوي؟ سارة تفضلي يا عمري دوري. سارة كوني جدية. الصحن اللي قدامي كثير أنيق، كثير جميل، وأنا متأكدة طعمه زي شكله. سو بدي أقيم هلأ. أوكي. التقديم. تمام. هو حلو. أوكي. بس في عجقة. صح. أوافقك. في أشياء زيادة عن اللزوم موجودة. رغدة دائما بتحط كل شيء بالمطبخ بالطبق. تعبت انه كل حد يحكي لي انه انا بزين زياده. طيب هاد هاد شكل الفته هيك ورد. هي عن جد هيك هي مثل السلطه. حامسح هالاثنين بالتوكن بوجهك. يا الله كتر الله خيرك. يعني ما كان هاللزوم يعني زياده، فهمتي؟ هاي زينتي تمام، ما حد يتدخل. يلا دوق. هلا رح دوق قبل ما اعطيكم تقييم الابداع. اوكي اوكي لانه ماني شايفه حاليا اي ابداع. في توم نتفة. اوكي بحب التوم. كثير كثير. اربع اصابع. يلا كل يا سارة. مش عاجبها سارة. لا بلا سارة. اخر حلقة والله اخر حلقة تستاهلوها. قولي والله ثلاثة. قولي والله واختصر ثلاثة ابداع. كنت حاطة عملي بالشكل بس كفو. صراحة فقرة تدعو للفخر. وهيك بنكون خلصنا آخر حلقة بمطبخ بنفت للأسف. بنتمنى تكونوا حبيتوا مطبخ بنفت، حبيتوا الوصفات وحبيتوا ضيفاتنا وحبيتوا كل شيء. رح نشتاق لكم كثير. شو أكثر طبخة حبيتوها من مطبخ بنفت؟ واحكوا لنا كمان بالكومنتات بالمكونات اللي شفتوهم انتوا شو ممكن تعملوا طبخات. ولا تنسوا تحطوا لايك للحلقة واشتركوا بالقناة وفعل الجرس. ولا تنسوا تشتركوا في الجيف اواي عشان تربحوا منتجات بنفت. كل التفاصيل موجودة عندكم تحت في صندوق الوصف، وكمان تقدروا تشيكوا اكاونت بنفت على صفحة في انستغرام. وبدنا نختم معكم ونقولكم كل عام وانتم بخير.